بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44 بعد 100. إنها تبطل، لابد أن يتوضأ ويستأنف في الطواف من أوله والصلاة من أولها. فهذه المرأة لم تؤدي العمرة بفعلها هذا، فعليها وهي باقية على إحرامها، عليها أن تعود إلى مكة وأن تتجنب محظورات الإحرام، وأن تعود إلى مكة وأن تؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير. نعم. تذكر وتقول يا شيخ صالح بأنها نذرت على صيام شهر، تقول أنا كنت لا أعرف في وقتها بأنني قلت شهر متصل أو متفرق، والآن أنا أصوم الاثنين والخميس حتى يكمل الشهر على الذي نذرته، هل صيامي صحيح؟ كلمة شهر تدل على التتابع، تدل على صيام عدد الشهر سواء بالهلال أو بالعدد. كلمة شهر تدل على التتابع، لأن الشهر لا يكون إلا متتابعا و تامة أيامه. نعم. ولا يكفي صوم الاثنين والخميس، صوم شهرا متتابعا سواء بالعدد أو بالهلال ما بين الهلالين. نعم. جزاكم الله خيرا. وننتقل إلى رسالة السائل أمين ميم عين، ويذكر ويقول: رجل يصاب بالتتاؤب الشديد وتنهمر منه الدموع بغزارة عندما يقرأ عليه القرآن أو يسمعه، ويصاب بخدور وضعف علما بأنه يصاب بتشنجات شديدة ترتعد من خلالها أطرافه ويبكي بشدة، فهل يكون في نظركم فضيلة الشيخ مثل هذا الرجل المصاب بمس؟ أفيدونا أثابكم الله، وبماذا تنصحون مثل هذا؟ مأجورين. هذا لا شك أنه مصاب إما بمرض نفسي ووساوس تشتد عليه وعنده شدة خوف، وهذا مرض نفسي وهمي، عليه بالإكثار من ذكر الله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل وحسن الرجاء بالله، وسيزول عنه هذا المرض النفسي. وقد يكون فيه مس من الجن، فإذا سمع القرآن فإن الجن يتسلط عليه، لأن الجن المرض من الجن لا يستطيعون سماع القرآن، فعند ذلك يضطرب في هذا المصاب ويؤذيه. الأمر مستمر، ولكن ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وشفاء المس بالجن أو شفاء المرض النفسي وبذكر الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والرقية الشرعية. أحسن الله إليكم. إذا تثاءب الإنسان هل يتعوذ من الشيطان الرجيم؟ لم يرد هذا، وإنما الذي ورد أنه يكظم ما استطاع، فإن غلبه التثاؤب فإنه يضع شيئا على فمه ويقلل من الصوت ما استطاع، لأن التثاؤب من الشيطان ويدل على الكسل والخمول. إعادة الوضوء يقول أبو عادل أكثر من 3 مرات، هل في ذلك شيء؟ وهل تخل بالوضوء وأعيد الوضوء مرة ثانية؟ لا يجوز إعادة الوضوء إلا إذا انتقض أو أراد بذلك تجديد الوضوء، بحالتين: إما أن يريد تجديد الوضوء يعني يكون صلى فيه صلاة أو أكثر ثم يجدده للصلوات المستقبلة فلا مستحب، أو أنه انتقض فإنه يتوضأ من جديد لأن الوضوء الأول بطل. أما تكراره من بعد الوسواس هذا أمر لا يجوز، منهي عنه، لا يكرره إلا إذا انتقل وضوءه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله أرسلت بهذا السؤال، تقول: حذر الإسلام من عقوق الوالدين، وأنا أعاني من هذا العقوق من أبنائي فضيلة الشيخ، فماذا يدخل في العقوق وما هذه الصور التي تدخل فيه؟ مأجورين. وأرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله نصيحة لأولادي، فأنا لا أراهم إلا من 6 أشهر فما فوق. الله جل وعلا أمر ببر الوالدين وأخبر أن حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله عز وجل، وهو البر بهما.